ننسى كمان بعد في براند تالتي اسمها لينك اند كو، كمان تابع على جيلي. خبرية كمان كتير حلوة لكل الأشخاص اللي بيهووا تجميع السيارات الصغيرة، يعني كلنا بنعرف قد ايه في عالم بيهوا هيدا الشيء. في عنا شركة ليجو سبيد تشامبيونز الدنماركية هلا أصدرت مؤخرا آخر سيارة هي صنعتها أو مصغرة، اللي هي البورش 911 توربو اللي بتجي سعة محركها 3 لتر عن عام 1974. جي بودي طبعا، هي كلها مجمعه من شغف الليجو عم بحكي. بس اذا بتشوفوا التفاصيل اللي مجمعه فيها مثل الازاز مثلا فيكم تفكوه وتركبوه، حتى السايق بقلب السياره مع ايدتين على المقود والخوذه فيك كمان تشيلها وتحطها. بقى بعتقد هيدي لازم تنزاد اكيد على كتير كولكشن لناس بحبوها، بس لهالاشخاص الصغار اللي بحبوا الكولكشنز عم نحكي نحن واعمارهم صغيره، حقها رح يكون $150، بقى رح تكون شوي صعبه يمكن عليهم. هننتقل من عالم الألعاب لعالم الحقيقة مرة ثانية، وخصوصاً إلى أوروبا. أوروبا وبريطانيا specifically. الآن بريطانيا خرجت برا الاتحاد الأوروبي، وهذا عمل نتائج كارثية على مصنعين السيارات، حتى أنه هوندا قررت أنها هي تبطل تعمل CRV والسيفيك تايب آر بسويندن ببريطانيا. مش بس هوندا، أنا اللي بعرفه أنه في كتير شركات أعلنوا 2020، 2021، 2022 بدنا نوقف كل الأوبريشنز، كل العمليات على الأراضي البريطانية. كلهم إجوا يستفيدوا من التقديمات البريطانية حتى يفوتوا على أوروبا من دون تاكسز، من دون أي رسوم. هلأ بما أنه بده يصير فيه رسوم ما عاد لهم كتير فايدة، بالعكس هذا الشيء رح يضر. أنا برأيي أكتر شيء الموظفين اللي عم يشتغلوا كانوا بهالمعامل، يعني حتى فرق الفورمولا 1 اللي بنعرف نحن أنه 3 أرباعهم هن بيز تبعهم كله بيوكي وقريب على سيلفرستون، كمان بلشوا عم يطلعوا بطريقة أنه لا نحن تنوفر علينا يمكن نضطر نطلع، وهذا الشيء بده يخففوا نسبة كبيرة من الموظفين. كمان